السفارة الأمريكية بالعاصمة من أجل إما استدعاء السفير وإما طرد السفير، ونحن لسنا ندري إذا كان يتركوننا حق التظاهر السلمي مساندة لإخواننا في غزة العزة. يعني والجزائر تقول إنها مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، فمن حقنا أن نحتج لحق الشعب الجزائري، وأن أي نظام يمنع الشعب من حق التظاهر السلمي فمعنى ذلك أنه إنساني. وأيضا أمريكا التي أعلنت بصراحة على تحريك أسطولها جيرار فورد بالبحر الأبيض المتوسط، أيضا لا بد أن يقابل هذا بمثله. ولسنا ندري حتى قوات الأمن قد انقطعت الأشجار، تستطيع أن ترحبني إذا أنا خارج